ما عملنا. والحديث الثاني رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي. قال عبد الله بن عمرو: وكنت تركت أبي يلبس ليخرج فخفت أن يطلع، فطلع فلان. ما قالش من هو. يقول الشيخ أبو الفيض: هكذا ستره أحمد في المسند على عادته، بعض الأسماء اللي بتزعجك بستروها، لكن البلاذري في أنساب الأشراف صرح به فطلع معاوية. رواه من طرق كلها رجالها رجال البخاري ومسلم، وقد ذكرتها في جنة العطار، وإحنا هنقف برضو وقفة طويلة مع هذا الحديث وحنجيبه ونجيب أنساب الأشراف، وأنا شرحته قبل سنتين في محاضرة أيضا، ونشوف فعلا إسناده ومع كتب الرجال.